فيما يخص القوى المدنية يعني ساعد قوى الثورة بأشكال مختلفة لوحدة قوى الثورة ووحدة القوى المدنية. ما بعد حرب 15 إبريل ما زالت وحدة القوى المدنية ربما تواجهها كثير من المصاعب. تابعنا تصريح سابق للأستاذ أبراس حزب البعث العربي الاشتراكي، عندهم موقف من أنه هذه القوة والوحدة قاعدة تتم في الخارج، وشاهدنا موقف للحزب الشيوعي السوداني ربما هو موقف ثابت منذ العام 2021. كيف ممكن قوى الثورة والقوى المدنية تقدر تتجاوز المرارات وتتجاوز الهفوات البسيطة لأنها تقدر تراعي بشكل حقيقي لمعاناة الشعب السوداني وأرواحه بقت تسهق هباء؟ طيب، قوى الحرية والتغيير كأحزاب وككتلة معروف دور السياسي اللي قاعد تقوم به، فعشان توسع معون المشاركة في الموضوع ده قوى الحرية والتغيير عملت حاجة مهمة جدا، كونت الجبهة المدنية. قبليها انفتحت على نفسها بالاتفاق الإطاري. الاتفاق الإطاري ده ما كانت الحرية والتغيير لوحدها، كان عندها شركاء الناس المؤمنين بالانتقال والناس اللي كانوا رافضين لانقلاب 25 اكتوبر، دي المؤمنين بالانتقال اضافتهم معاها قوى الحرية والتغيير في الاتفاق الاطاري رغم تحفظ عدد كبير جدا من الناس حولهم، لكن كان لابد من اشراكهم. مثلا الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل هم ناس جو قالوا يا جماعه نحن رافضين الانقلاب ودارين نمشي معاكم في خطوه رفض الانقلاب. ناس رحبوا بهم، جو ناس المؤتمر الشعبي قالوا يا اخي نحن رافضين الانقلاب، فقالوا لهم ويلكم تعالوا نمشي خطوه نحن ضد الانقلاب، ما هو الانقلاب ده محتاج جبهه تقاومه. هو الحريه والتغيير ما انانيه في الحاجه دي، ما هي قبل هو الحريه والتغيير ده عباره عن تحالف سياسي عريض من اطياف كتله نداء السودان، فيها احزاب سياسيه قاعده كانت في كتله نداء السودان، كتله الاجماع الوطني، كتله التجمع الاتحادي اللي هي احزاب اتحاديه كونت من 5-6 احزاب اتحاديه كونت التجمع الاتحادي، كتله تجمع المهنيين اللي هو تجمع نغابي معروف لدى الناس وكان عنده دور شنو في الثوره، الكتله الخامسه اللي هي الكتله المدنيه منظمات مجتمع مدني مؤمنه بالتغيير مؤمنه بمتطلبات الثوره وقعت على ميثاق الحريه والتغيير ومشت، وبعد ذاك الحزب الجمهوري وكم احزاب اخرى وقعت ولجان المقاومه السودانيه مثلا. ده من صعيد. من الصعيد الثاني تقدم دي دعوة كمان دعت لها لجان مقاومة الحاج يوسف واتواصلت مع منو مع شركاء في الثورة، الناس اللي مؤمنين بالثورة عارفين انه الحرب دي هي حرب لإعاقة الثورة، غير انها حرب لإعاقة الثورة هي حرب لتغزيم السودانيين لتدجينه من جديد تحت رحمة النظام اللي كانوا تحت رحمته أكثر من 30 سنة، فاتمدت اليد قالوا يا جماعة نحن نوسع المعون. تقدم من غلقت على ذاتها، دخلتها معظم أحزاب الحرية والتغيير دخلت في تقدم، لجان المقاومة بمختلف المناطق والمدن وغيره ببيانات كبيرة جدا والناس شافتها. تقدم الآن في صدد إنها تعقد مؤتمرة، تقدم بدت في خطوات الجادة نحو السلام، رسمت خطابين لغاية الدعم السريع وخطاب لغاية الجيش دي ناخرة شوية، رسلت خطاب للحزب الشيوعي طلبت منه يا أخي تعال نحن دارين نقعد معاه وعندنا رؤية لحل المشكلة في السودان. للأسف الحزب الشيوعي ما رد رد مباشر، يمكن يكون رد ببيان الناس شافته بيان يعبر عن رفض، انت ناس بيقول لك يا اخي تعال احنا دارين ناخذ بيدك ونمشي مع بعض نمشي لقدام. رسلت خطاب لحزب البعث العربي الاشتراكي، حزب البعث العربي ابدا موافق انه يقعد مع الناس ما في مشكله في الحاجه دي. رسلت خطاب لعبد الواحد محمد نور، رسلت الخطاب لعبد العزيز الحلو. كل الاطراف دي معظمها استجابت. نرجع للخطاب، الخطابين مشوا لغاية الجيش، خطاب مشى لغاية الدعم السريع وطلب منه انه نحن عايزين نقعد عندنا رؤية دارين نطرحها لك، ومشى نفس الخطاب لغاية الدعم السريع، غاية الدعم السريع استجاب وحدد الزمن وحدد المكان واللقاء تم طبعا ما في أديس أبابا، اتقابل
حمدوك اللي هو رئيس الوفد من التقدم ومحمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع، يتلاقوا في أديس أبابا واتعرضت لهم الرؤية بتاع التقدم وتمت الموافقة عليها وتم التوقيع عليها. في نفس التوقيت ده قائد الجيش خاطب الناس قال لهم انتم ما رسلتوا لنا ليه، فده يعتبر مراوغة يعني. فقالوا يا اخي احنا رسلنا لك خطاب وما جانا رد. فارتقوا الناس في تقدم قالوا يا اخي رسلوا خطاب ثاني. فعلا تم ارسال خطاب ثاني لقائد الجيش ووافق اخيرا، وافق موافقة مبدئية لكن لحد الان ما حدد الزمان ولا المكان. نحن نتمنى قبل ما تتبسى حلقتنا دي او حتى لو يتبست نتمنى انه شنو تتم الموافقة وقائد الجيش يقعد مع القوى المدنية وبعد ذاك يستمر في منبر جدة اللي هو بيحقق الوضع الإنساني وفتح الممرات الآمنة والإيقاف إطلاق النار أو الهدن أو إيقاف إطلاق نار كامل، يكونوا حريصين على منبر جدة لأنه بجد يعني الناس عانت، الناس عانت تماما من الحرب، الناس وصلت لمراحل بعيدة من النزوح، يعني أعداد النازحين حتى النازحين أعدادهم الناس ما قادروا تحصيل الإحصاء الكامل لأنه بيقوا كثير من الدول بيدخلوها بطرق غير شرعية، بيخشوا الدول دي عبر الحدود لما تتقفل قدامهم ما عنده جواز ما عنده ما لاقي تأشيرة، الدول القافلة نفسها بتأشيرات أمنية أو غيره، فبيضطروا الناس بيخشوا بالطرق الملتوية وبيعانوا في 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 الطرق دي، بيشوفوا يعني بيعانوا بصورة ما عادية 6 يوم و7 يوم في طرق وعرة وطرق بتاع مطاردات ومخاطر ومخاطر شتى وممكن يبيعوك يعني شغل بتاع تجارة بشر انت بتتعرض فيه لكل الحاجات اللي ممكن تتخيلها، لكن برضو الناس مضطرة تركب الصعب بمبالغ باهظة، المقعد الواحد في بوكسي بورا الناس بتدفعوا 500,000 و600,000 و700,000 جنيه سوداني، والواحد مستعد يدفع ومعه اولاده 4-5 اولاد واطفال ورضع وعجائز، يعني الناس انا لقيت ناس بيحكوا لي عن الطريق انا بسمع فيهم مذهول، يعني حاجات اكبر من ويلات الحرب اجبر الناس تعمل الحاجه دي شنو؟ والله مره منه لا مره منه ايه اللي قبرك على المر قال لا اللي امر منه نزل الله السلامه والامن والاستغرار للسودانيين، متهمون ايضا بانكم بتغضوا الطرف عن انتهاكات الدعم السريع. والله طبعا الخط الاعلامي داير يمرر انه انتهاكات، يقول لك انتهاكات انتهاكات، رسميا هو الحريه والتغيير ادانت الانتهاكات في عده بيانات، لكن كده يا استاذ احمد انا اسالك سؤال، لما انا اقول لا للحرب انا رافض الحرب دي ليه؟ يعني ما الحرب دي ما في حرب بيكون فول اوبشن، يعني ما في حرب حميده، انا ممكن اختار ليه حرب يا جماعه ده ليه حرب سموز ده اللي انا حرب ناعمه كده، ما هي الحرب دي ما عندها سقف بتاع انتهاكات، الحرب دي كل شيء ممكن تتخيله من الانتهاكات دي الحرب، انتهاكات الحرب بتصل لدرجه المواطن ذاته بيستغل اخوه المواطن، ما هي الانتهاكات دي شنو؟ يعني أسنع الدعم السريع نديني انتهاك الدعم السريع ونقول له نطلعوا من بيوت المواطنين، يعني خلاص أنا عرضيتك إنت يا بلبوسي ورضيان خلاص كده الحرب انتهت؟ طيب ندين غصف المدنيين بالطيران والجيش قاعد يخصف المناطق اللي المدنيين قاعد يموتوا بالطيران، طيب هذه انتهى برضو، ندين المواطنين بتاعين الولايات الأجر أوض صغيرة جدا وهنا بمبالغ باهظة للناس الخرطومة، دي ما كلها ويلات الحرب، ما نضحك على نفسنا دي كلها ويلات الحرب، لما احتلال المواطنين الناس اللي بيموتوا بالغصف العشوائي الناس اللي بيتعرضوا للمساءلات الاعتقالات التعسفية الاشتباه، ياما في ناس اعتقلوا باشتباه ويمكن يكونوا ماتوا كأسرى قبل ما يحققوا معاهم ماتوا بظروف مختلفة، يعني دي ما حرب، ما في حرب حميدة، انت ما عندك حرب حميدة بتختارها دايرك حرب بمواصفات طيبة داير حرب متعددة السرعات وحرب فيها شوارع نزهية أبدا، دي حرب، الحرب عاملة كده، عشان كده أنا لما أقول لا للحرب أنا برفض الانتهاكات، برفض الدمار، برفض إراقة الدماء، برفض كل شيء ممكن تتخيله، برفض الاغتصابات، ده كله ما وعاء كبير في لا للحرب، أنت يا اللي بتدينا انتهاكات الدعم السريع وبتدينا انتهاكات الجيش وبتدينا كحدة تعال أدينا الحرب كلها كفعل كل الحرب انت بتعفيك
انت بتكون ادينتك كل السلوك ده، لكن ايه يعني انا ادينتك ادين انت هكذا الدعم السريع اذا انت ليه هل وقفتها؟ لا ابدا. لكن سعي نحو ايقاف الحرب اهي دي خطوات جاده نحن قاعدين نترجم فيها على ارض الواقع. ما قلنا لا للحرب وقاعدين في بيوتنا، قلنا لا للحرب حسينا اكبر عدد من الناس يقول لا للحرب، يتماسكوا الناس حول لا للحرب، يقعدوا يجتمعوا يخططوا يقولوا كيف نوقف الحرب. ده الفعل الحقيقي. لكن ها عدت الانتهاكات وقفتها؟ ابدا، ما زال الحال في حال. نعم. بالحديث عن انتهاكات الحرب واستهدافها، في قوانين بتضبط الحرب بشكل عام قوات الجيش السوداني في مناطق سيطرته وفي مناطق الاشتباك، وكذلك قوات الدعم السريع يعني هم قاعدين يخالفوا في قوانين الحرب، وبالتحديد عمليات قصف الطيران للمنشآت المدنية والعيان المدنية وللكباري واستهداف المواقع الأسرية والتاريخ والإرث الإنساني بأسس للدولة السودانية في قديمة وفي حاضرة. فقراياتكم شنو انتوا لحجم الانتهاكات دي؟ طيب الجيوش في العالم كلها يعني يكون عندها قوانين بتضبطها، عندها دساتير غير القيم السامية القيم العليا وكده. التنظيم بتاع الأخوان المسلمين الكيزان ديل بالتحديد لما بيعملوا الميليشيات وحتى ميليشيات الدعم السريع زمان لما عملوها عشان تقوم بالفعل غير القانوني، عشان تقوم لهم بالعمل غير القانوني، الآن بيعملوا في عمل غير قانوني. الجيش في حربه دي يعني عشان يقطع الإمداد مثلا بتاع الدعم السريع يفصلوا بين مدينتين قام حطم جسر شنبات مثلا، كوبري شنبات ده كوبري تاريخي بناه في عهد الزعيم اسماعيل الازهري تم افتتاحه في 67 تقريبا او 68. الزعيم الراحل طيب الله سراه الزعيم اسماعيل الازهري يتهدم كوبري شنبات. احنا عندنا مشكله اصلا في الطرق، مطار الخرطوم الان خارج السيطره او خارج العمل، وعلى قلته مطارنا ما بيشبه مطارات العالم، يعني مطار قديم جدا طيلة 30 سنة قالوا حيعملوا مطار جديد اللي فيه صالحة وقروشه اتعملت واتنهبت واتعملت واتنهبت وما طبعا ما حقول مشت وين، ده ما موضوعنا يعني الناس مفهوم للمشاهد وللسودانيين مفهوم الحاجة دي. فالغصف العشوائي، غصف بيوت المواطنين، غصف الآمنين، غصف الأسواق، غصف المؤسسات، غصف الجامعات، ده كله ده تدمير للبنية التحتية بصورة ما عادية. لكن اصلا انت الفعل اللا اخلاقي اللي بيشمل الحاجات دي كلها الحرب، واللا اخلاقي بصوره اقل شويه اللي هو الحرب داخل المدن. ما هي الحرب دي لو كانت في ميادين برا تلاقوا النازل في النقعه في الصقيعه في الخلا، التضرر بتاع المواطنين والمدنيين بيكون بسيط. لكن للاسف الحرب جوا المدن وما زالت جوا المدن وجوا القرى، ف أكيد هتخلق دمار شديد جدا، هتخلق. فده موقفنا الثابت اللي هو نفس الموقف الرافض للحرب، لأن نحن رافضين الحرب لأنها بتريق الدماء البشرية، بتعطل الإنتاج، بتدمر البنية التحتية، بتشرد المواطنين، بتمنع بتفقد الأمن والأمان والصحة والتعليم. أجيال كاملة أسي الآن خارج التمدرس خارج المدارس. يعني نحن قبل فترة كورونا خلقت أزمات، فترة الحرب خلقت أزمات، فترة الثورة أوكي الانقلاب قبل الانقلاب مراحل الآن خلقت تأخر في بقت في دفعتين ثلاثة في سنة واحدة. حتى في الجامعات السودانية بتلقى دفعتين في سنة أولى، ثلاثة دفع سنة أولى، صح؟ فلقدام حيكون في 4-5 دفع سنة أولى. دي مشكلة كبيرة جدا. حتى ما عندنا المعونة اللي بيستوعب الكم ده من الطلاب. فنسعى لإيقاف الحرب، يعني إيقاف الحرب هو اللي بيكفي لي كل المسائل دي. تحركات وازعة اتجاه القوى المدنية من المؤسسة العسكرية تحديدا في مناطق سيطرة الجيش. شاهدنا مداهمة لدار المؤتمر السوداني في ولاية البحر الأحمر مدينة بورسودان واعتقال لبعض شباب المؤتمر السوداني. مداهمة لإدارة التجمع الاتحادي في دنقلة في الشمالية. أيوة في الشمالية. نعم. وحدثت بعض الانتهاكات اتجاه الموجودين في الدور، اعتقالات للجان المقاومة بشكل يومي، تضييق
أمني على حراك القوى المدنية في مناطق سيطرة الجيش. كيف بتقروا الحاجة دي؟ بنقرأ الحاجة دي لأنه هم الناس دي حربهم ما حربهم على الدعم السريع، حربهم على قوى الثورة، وبنأكد الحاجة دي. ده أكبر دليل قاطع بيأكد المسألة دي. بعد ذاك اعتقالاتهم للناشطين السياسيين، الشريف الحمدابي ده قاعد في الحماداب فوق في منطقتهم، اعتقلوه في الاستخبارات بتاعت مروي وقاعد عنده أكثر من 4 شهور، وزوروا له تهمة بتاعت إنه لقوا عنده بطاقات وأسلحة بتاعت دعم سريع، يعني طبنجة وحاجات متعودين عليها قاعد يعملوا. حتى لما نحن كنا في الحركة الطلابية لما نقبضوك خلاص دار القلون شرعية كده، هم طبعا ما بيحتاجوا لها شرعية، لكن دارين حاجة يغشوا بها حتى ناسهم اللي حولهم للإعلام، يعني استهلكوها. فخطوا في النيابة قاعد أكتر معتقل عندهم أكتر من 2 أو 3 شهور، بعدها وتحولوا للنيابة بزريعة زي دي. بعدها بعد ذاك الناس سعت فينا ضمنته، والحمد لله قدرنا شنو نبعده من الحاجة دي. مش الشريف الحمدابي لوحده، عدد كبير جدا من الناشطين اتحاصروا وانطلبوا. والآن برضو عندي رسالة لو الدعم السريع بيشاهدونا أو الاستخبارات بيشاهدونا، شقيق بكري السايح، بكري ود السايح من منطقة المعيلق اللي هي غربية الكاملين، بكري ود السايح جات الاستخبارات العسكرية اعتقلته من بيته في المعيلق منذ أكثر من 4 أو 5 شهور، اعتقلوه ودوه مدني، سقطت مدني وهربوا. فحتى الآن مصير بكري ود السايح مجهول. ده واحد من الناشطين ما عنده حاجة غير إنه اكتب في الفيسبوك وفي مواقع السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي كلها، اكتب لا للحرب وإنادي بإيقاف الحرب. جو اعتقلوه ناس الاستخبارات، والآن حتى الآن أنا بتكلم معاكم مصيره مجهول، ما معروف حصل له شنو، لا معروف حي لا معروف ميت. هل الناس زي لما ينسحبوا وفروا من مدني شالوا معاهم ولا خلوه، ولا ناس الدعم السريع، يا الدعم السريع لو جيتوا لقيتوا اسرى هل الزول ده معاهم؟ نظر الله يرده سالم. مصيره مجهول، ومصير عدد كبير جدا من الثوار مجهول، معتقلين قاعد يعتقلوا وقاعدين يعنفوا بصوره كبيره جدا، وقاعدين يواجهوا تضييق في الولايات او في المناطق اللي ما فيها حرب. نعم. يتساءل كثير من المدنيين ليه والثورة ما كان عندها فعل مضاد على أرض الواقع؟ الثورة ثورة سلمية يا أستاذ أحمد. الثوار دي السلميين ما عندهم سلاح غير هتافهم وحناجرهم وصدقهم وصدورهم العارية، زي ما قال محمد المكي إبراهيم في نشيد جيلي أنا من الأكتوبريات الجميلة، قال متخيرا وعلى الدروب وسائرا فوق الرصاص منافح، جيل العطاء لك البطولات العظيمة والجراح الصابحة، ولك الحضور هنا بقلب العصر فوق طلوله المتناوحة. الناس ماشية بصدور عارية، بأيادي بيضاء، بسلمية، ما عندها سلاح غير الهتاف والإيمان والقضية، فصوتهم ما حينسمع أثناء قعقعة المدافع والبنادق، ما حينسمع صوت الهتاف، وربما يشكل خطر على القوى المدنية طبعا وعمل تصفيتها، وهم استهداف مباشر، وممكن يخصفون بالطيران يقولوا لا الله خطأ افتكرناه أن دعم سريع عادي. الأخطاء المذكورة لدى الإسلاميين ولدى الميليشيات وغيرها كثيرة يعني، وضحاياها بالآلاف. هل يعني يأمل السودانيين بحلول غريبة؟ والله طبعا الأمل ده لازم نتمسك به. أنا واحد من الناس ما قاعد أغمط، ما قاعد أفقد الأمل إطلاقا، طموح ومتفائل إلى حد بعيد. حكى لي واحد صاحبي من الناس اطلعوا من الحرب الأسبوع أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، فقال لي قابلنا واحد، قال لي أنا شلت لي كيس كده في العربية ومشيت مدني، فقابلني مواطن سوري، قال لي يا اخي جاي من الخرطوم انت؟ قال لي جاي من الخرطوم. الخرطوم خليتك كيف يا اخي؟ يا سلام والله الحرب دي ما كنا بنتمنى لكم، الاسل اللي بيتبادلوا الشعوب مع بعضها. قال لي والله يا اخي الحاله صعبه جدا، وانا بيتي في الرياض اتحركت وجيت قلت اقعد يومين ثلاثه في مدني الامور تهدى ارجع اشوف الحاصل شنو. شايل له كيس كده شنطه فيها غيارات يعني كده، قال لي شايل كيس ده. فالمواطن السوري عايل لي كده، قال لي والله يا استاذ حافظ، اسمه حافظ صديقي ده، قال لي والله يا استاذ حافظ كيسك ده
ذكرني نفسي كيس طلعت به وانا قبل 11 سنه من بيتنا في دمشق ومشيت بيت عمي في مدينه ثانيه. لحد الان انا قال لي ما رجعت دمشق وقد كان. نتمنى انه الحرب دي ما تستمر، واقعنا ما يشبه واقع الدول اللي استمرت فيها الحروب. نحن شعب عندنا اراده، شعب طيب، شعب محب لبعضه. نقطع الطريق امام تحويل الحرب للمربع الاخير، هم الكيزان عشان تستمر داير يحولوها لحرب اهليه. لما تستهدف الطيران يمشي يضرب حاضنته في نياله، لما يصرح الوالي المأفون الوالي بتاع نهر النيل او بتاع الشمال نهر النيل ايوه، لما قال النساء المنقبات اللي بيشحدن شحاته في الاسطوبات او في الشوارع والناس الشغالين شغل هامش ديل عباره عن خلايا نايمه، ده تأليب من المجتمع ضد بعضه ضد مكوناته المختلفه. هو قاصد يعني اي زول معاكم هنا يا ناس نهر النيل من ولايه مختلفه ده هدف ليكم. دي مشكله كبيره جدا، دي محاوله خلق غبن اجتماعي ومحاوله انك انت داير تحول الحرب الى مربع الاخير. لكن الشعب السوداني شعب طيب وشعب متسامح وشعب واعي، ما حيسمح بالخطوه دي تتم ان شاء الله ما تتم. في انفصال ما بين خطاب الداخليه وما بين البيانات الرسميه لغوه الشعب المسلم الخارجيه. الخارجيه نعم بشكل حقيقي وزاره الخارجيه. وطبعا الخارجيه الاختطاف الكيزان كلهم قاعدين في الخارجيه، ف بيحاولوا انه يشرعنوا عبد الفتاح البرهان انه هو الرئيس مجلس السياده. وعبد عبد الفتاح البرهان ولا عبد الوهاب البرهان ما بعرف، المهم زي ما قال منا الكبناوي هو رئيس ما شرعي وهو انقلابي، انقلب على مجلس السياده. اعضاء مجلس السياده الان اكثر من 8 منهم ولا 9 منهم خارج مجلس السياده. انت معاك نفرين، معاك جابر و عقار لا عقار ما دخلته اخيرا، جابر والعطا ياسر العطا و كباشي ابراهيم جابر ديل انت معاك الان. فاذا يا برهان انت ما رئيس مجلس السياده، انت ما رئيس شرعي، انت قمت بانقلاب والانقلاب ده حراس الثوره كانوا واقفين لك في حلقك والمواكب ما وقفت لحد قبل الحرب اسبوع اسبوعين، الحرب شغال المواكب شغاله. فهو الثوره رافضاك، قالت العسكر للسكنات والجنجويد انحل. القوى المدنيه ترجمت الحاجه دي في دمج الجيشين في جيش واحد ضمن الاتفاق الاطاري. الخارجيه هي مختطفه القرار بتاع الدوله اللي هو هم بغايا النظام الفاسد بغايا الكيزان ومختطفه قرار الجيش. وحصل تناقض غريب جدا، يعني برهان في لحظه من اللحظات طلع وافق انه يمشي يقابل الايجاد. نعم. طلعت الخارجيه هنا بيان رفض رفض، وكانت الحاجه ملفته للنظر بصوره كبيره جدا. حتى القوى المدنيه لما خاطبت قائد الجيش عشان تقعد معاه وتعكس له رؤيته، وهو الخطاب كان مروص ومعنون الى السيد قائد قوات الشعب المسلحه. فهنا وزارة الخارجية قامت طلعت تصريح قالوا نحن ما جاتنا دعوة لحقيقة. طوالي قام شنو؟ القوى المدنية قالت نحن ما دعيناكم انتوا اصلا، نحن دعينا قائد الجيش. فما في سبب يخليكم تقولوا جاتنا دعوة وما جاتنا، انتوا ما طرف في الموضوع اصلا، ما معنيين بالامر. الامر ده المعني به قائد القوات المسلحة. حمدتي لغائه اللي تأخر مع برهان والناس طبعا كانت فكته في الظروف الفنيه، انا حكشف الظروف الفنيه اللي هي شنو؟ حمدتي رفض يقابل البرهان بصفته رئيس مجلس السياده. رفض، قال انا ما بقابله كرئيس مجلس السياده، انا بقابله كغايد القوات المسلحه. وادى شروطه دي وبعد ذاك الجيش وافق عليها، وافق على الشرط ده. لانه حتى حمدتي هو نائب رئيس مجلس السياده. نعم. نفس الشرعيه اللي ادت برهان مجلس السياده اللي هي الوثيقه الدستوريه. الوثيقه الدستوريه ادت برهان مجلس السياده، وادت محمد الفقيه عضويه مجلس السياده، وادت محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السياده، وادت بقيه اعضاء مجلس السياده دي الوثيقه دي. فالبرهان مستمسك بالحق ده، وكذلك الاسلاميين مستمسكين بالحق ده. لكن ده اختطاف للدوله، اختطاف لوزاره الخارجيه، واختطاف للقوات المسلحه. وعمليه الاختطاف المستمره و مخاطبة الإسلاميين بأنهم يقفون خلف هذه الحرب. السؤال قاعد يتبادر لكثير من السودانيين،
أصبح متداول. إذا الحرب دي حرب الإسلاميين وحرب الكيزان، هل بيمنع القوى المدنية التفاوض مباشر مع الإسلاميين شنو؟ هو طبعا دي الحاجة الدائري الناس ذكرها أستاذ أبي كير فيصل في مغالة أو في صفحته أو ملمس، في مراحل ثلاثة شغالين فيها الإسلاميين الآن. الآن الإسلاميين شغالين في خط تسوية، إنه يا جماعة إنتوا قلتوا إخصاء، نحن أقبلوني نحن، يعني إلا المؤتمر الوطني، إلا المؤتمر الوطني، إلا المؤتمر الوطني. فالحاجة دي بيطالبوا في الناس إنه شنو تقبلوا، لكن أقول لهم هي حال أصلا ما حنكافئكم على حربكم دي اللي عملتوها، نكافئكم إنه نرجعكم تكونوا مقبولين. إنتوا منبوذين مرفوضين للشارع السوداني، حزب محلول، ما عندك حق تكون عندك قرار في الدولة السودانية الآن، ونحن نقول لك الكلام ده ما 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 عشان تتواصل في استمرارك الحرب. نحن بنقول الكلام ده للجيش انه يفك ارتباطه مع الاخوان المسلمين، يسلم الناس القاعدين في السجون، يرجعوا لسجونهم، يحاسب الناس اللي اجرموا في حق الشعب السوداني. لكن الشعب السوداني ولا قواه المدنية ولا قوى الثورة ولا دماء الشهداء حترضى لما تنعقد لك صفقة ونكافئك ونديك جزاء شكورة، نجيبك ندخلك تكون جزء من العملية السياسية بعد ما تدمرت البلد ووصلتها، حتى لو اعترفت بذنبك ده لا يسمح لك. والمؤسف جدا يا أستاذ أنس إنه والمشاهد يعني إنهم هم وقود للحرب دي وهم أبواغة وهتافة وإعلامة، إلا أنهم يعني ما قاعدين يحاربوا من البلد كده زي ما نقول، هم ما ناس دواس يعني، هم بيشعلوا الحرب. هم بعد أيام قبل أيام من سقوط مدني وفي عز التعبية شاهدنا المصباح وشاهدنا النعمان على سيجارة برصدان بيأكلوا الأسماك، وكان السودانيين لا يعانون ولا. وقبل يوم من الحرب كانوا في مدني. نعم. قبل يوم من الحرب كانوا في مدني وكانوا بيحشدوا في المستنفرين وما هو لا تجزعي، ويرقصوا ويتراقصون في أناشيدنا القديمة. وحصلت الحرب ما حضروها، ما بموتوا طبعا، هم ما دار يموتوا، هم دارين الشعب يموت له، لكن هم ناس عمارات ساي وناس تعدوا الزوجات وناس نسوان، دار يوصف الموضوع هم ما بموتوا له. ما تتخيلوا انهم حيموتوا يا سودانيين يلي بيحشدوكم بعاطفة الجيش وعاطفة الوطن وعاطفة الشهادة وعاطفة الأعراض اللي بيقولوا عليكم الحاجات اللي بيحاولوا يشحنوكم بالحماسة، بيستغلوا حماستكم. هم الناس اللي ما بموتوا، دل ما ناس موتهم، ودل ناس دنيا لا لدنيا قد عملنا، لا بجد هم ناس دنيا لا لآخرة قد عملنا، ده كلامهم، ما عندهم اهتمام بالدنيا، ناس الماسونين ما عندهم اهتمام بالآخرة عفوا، عشان كده بيمشوا يأمنوا نفسهم في بورسودان، يختاروا بورسودان أبعد حتى تصل الحرب، عشان بعد ذاك يحرشوا كسلة، يحرشوا القضارب، آخر حاجة بورسودان، وفاكرين جبال البحر الأحمر دي حتعصمهم، فاكرين كده العقبة، وهم بس يكونوا مفتكرين والله بورسودان دي ما يقدروا يوصلوها، العقبة آخر حاجة، وهم مستعدين يحكموا بورسودان بس طبعا. حتى لو حكموا لهم جزيرة سنجنيب في بورسودان دي وحكموها زي جزيرة توتي، ما عندهم مانع يكونوا بس قاعدين في الحتة دي وآمنين وبيحكموها ويطلعوا ينهبوها ويدعموا بها الأخوان المسلمين في العالم كله كتنظيم إرهابي. في موقف للدعم السريع بقبوله الوصول لتفاهمات مع التقدم والتفاهمات فيما يخص الجوانب الإنسانية والتأمين وغيره، وفي موقف من الدعم السريع اتجاه قبول التفاوض، ودائما بيبشر بقبوله للتفاوض وإنه هو جاهز لأي وقت لعودة لمسار التفاوض. المتغيرات في الميدان، المشاهد إنه في توسع لرقعة سيطرة الدعم السريع وفي انحصار لقوات الجيش، هل من المتوقع يتغير خطاب الدعم السريع لخطاب البل بس والسيطرة على الدولة كاملة؟ والله طبعا هدى ده شيء خطير، يعني بعد ذاك بتجي نشوة للمنتصر. المنتصر ممكن تجيه نشوة ويتنازل عن أي حاجة يلتزم بها، ما خلاص أنا قبل بتفاوض معك أنا لسه ما حققت انتصار كامل، لسه ما أدي يدي بيضاء، خلاص أنا وافقت قلت لي سلم بسلم، نستسلم نرجع مع بعض نقعد كوضع سليم. لكن لو غضى على الجيش تماما، واتمنى ما تحصل الحاجه دي، او غضى على الولايات كلها وسيطر عليها، سقف المطلبي ما في واحد بيقدر يتكهن به، حتى لو التزم الان اخلاقيا يقول انا ملتزم كده، لكن سقف الاخلاق ما معروف بعدين يوصل لوين، سقف المطالب ما معروف يصل لوين. فدي المساله الخطيره، عشان كده اي تاخير للعمليه السياسيه العمليه التفاوضيه بيعمق الأزمة زيادة. أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي. الحرب دي كونها تقيف الليلة
أسي الليلة يوم كم وعشرين شهر واحد لو وقفت الليلة أفضل من إنها تقيف بكرة أفضل من بكرة لأنه يوم الليلة ده بتحصل فيه انتهاكات بتحصل فيه توسع فكونها تقيف الليلة أفضل من إنها تقيف بكرة بتكون حقنت دماء بيكون وقفت كل شكل الانتهاكات اللي ممكن الناس تتوقعها نحن نظهر السلامة للشعب السوداني ونظهر الاستقرار وأن تقلل مسائل القوى المدنية والقوى الرافضة لهذا العبث والدمار بالنجاح إن شاء الله ونزل السودانيين العودة الآمنة لبلادهم بعد أن أصبحوا مشردين ولاجئين في دول الجوار وعانوا ما عانوا من ويلات الحرب نحن شاكرين جدا أستاذ أنس وردي وقبل نختم نحن عايزين نوعد الجماهير ومتابعي قناة السودان بكرة كله منه عندنا حلقة مختلفة تانية مع أنس وردي هي عبارة عن نغم وغنى وتخفيف على السودانيين بطيب الكلام والأغاني والأمنيات إن شاء الله ونديه الختام والأستاذ أنس هو يعني غيره فنان أنس المتكامل يعني أنس صاحب حضور طاغي في الميديا صاحب حضور طاغي وسط العمل العام والحضور الإعلامي تحديدا يعني فهو أستاذنا نحن جميعا يعني نتعلم منه وشاكرين جدا له ونخلي الختام على غير العادة مع الأستاذ أنس تحية لكم يا شعب السوداني ونتمنى أنه نتذكر كلام محجوب شريف اللي يا شعب انتسامة يا هذا الهمام تفج الدنيا ياما وتطلع من زحامة زي بدر التمام تدي النخلة طولة والغابات طبولة والأيام فصولة والبزر الغمام قدرك عالي قدرك يا سامي المغام يا ملهم رماحك سناها الصدام أم دروة الطوابي في صدرك وسام ملامح كم تسامح تغضب لا تلام همة همة وعبقرية زمة زمة وفنجرية ضد العنصرية وتحلم بالسلام ضد العنصرية وتحلم بالسلام التحية للشعب السوداني عاشق السلام الشعب السوداني مفجر الثورات ثورة أكتوبر 64 ثورة مارس أبريل 85 وثورة ديسمبر 2018-2019 التحية للشعب السوداني ولشهدائه الكرام التحية لهذا الشعب الصابر الرافض لهذه الحرب العبثية بشهادة غادتها التحية لكل المدنيين لكل السوار لكل الديسمبريون اللي بيحلموا وبيسعوا في تحقيق الأمن والسلام والرفاه وتحقيق أهداف الثورة لشعبنا المجيد تحية لكم والتحية لقناة سودان بكرة من برا الثورة وصوت الحق شكراً